اول لما الانتاج الحربي احرز الهدف الثاني كابتن سيد عبد الحفيظ وقف على الخط للاعيب النادي الاهلي، وصلت لهم رساله ايه يا كابتن؟ مفيش مشكله خالص طالما في وقت. انا دايما الحاله بتاعتي هي اللي بتحكمني مش الوقت. فاضل 5 دقائق، فاضل 7 دقائق بس. يعني في الجونه من سنتين كنا متاخرين لحد الدقيقه 98 78 او 79 متاخرين بهدف، وقدر كريم نيدفيد لو تفتكر، وقدر ناصر ماهر لو تفتكر ان هو يجيب الجون هدف الفوز. يعني طالما انت حالتك كويسه والاصرار موجود والعزيمه موجوده، ان شاء الله الرحمن هتكسب. يعني خلينا نعيش الاجواء دي مننا داخليا كجهاز واداره ولعيبه، ان احنا لازم ناخد الدوري ده، لازم نحارب عليه، لازم نحارب عليه بكل ما ياتينا من قوه. جمهورنا كمان لازم يحسس الناس كلها ان الدوري ده بتاعنا، لازم كل الناس تبقى عارفه كده، لازم يبقى فيه الدفعه اللي موجوده على طول الماتش بماتش.